الراديو 90 90 هواها مصري. في خبر بيقول إيطاليا تستعد لإطلاق مهرجان موسيقى الجليد اللي هو يقام في كوخ كبير في الإسكيمو معمول معمول من الجليد على ارتفاع 2600 متر فوق سطح البحر. الله. وهيستضيف المهرجان مجموعة كبيرة من الموسيقيين اللي هيعزفوا على آلات مصنوعة من التلج، وهتستمر العروض في شهر يناير اللي احنا فيه ولحد 30 مارس إن شاء الله. يعني هيقضوا عيد الأم هناك وهيكون الختام في بقى مفاجآت برضو. ماشي. رجل إطفاء أمريكي في بنسلفانيا حس إن الشغل قليل ومفيش حرائق كتير بقى لها كتير، قال عامل إيه؟ فالراجل بقى يطلع بالليل كل يوم يقوم مولع في البيوت اللي في الشارع. يا أخي يقطعك يا أخي يا أخي ينيلك. المهم ما مش يولع في الـ في الـ في, الـ في المنازل، وبعد كده اتقبض عليه وتوجه له تهمة تدمير ممتلكات المواطنين عمدا. قلت لي بقى قلت لي. طيب ده من الأخبار اللي معانا.